التواصل يستمر أيها الأخوة الكرام متابعينا الأعزاء، وهكذا ينطلق على البركة شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا السابع الذي خصص لفئة الإبكار انطلاقة سليمة نتمناها لجميع الأخوة المشاركين. نسير بكم مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة. حشيم سعيد بن عبيد بشميل الخاطري بينما النغلة إلى المركز الثاني، وإحراج مطر بن حمد رعشيق العامري بينما في المركز الثالث. أرى الوصول في هذه الانطلاقة من قبل هنا كنوز عيسى بن مبارك بسعيد بن مرخان لفتبي، أما في المركز الرابع أشوف هناك وصلت أيضا نفة لإبراهيم بن عبد الله القمزية. المركز الخامس عندنا جواهر لسالة بن محمد بن خلفان النيادي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة التي تبحث عن الفوز وعن الانتصار من خلال هذه التحديات. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، إلى نفة، نفه اللي على البداية، نفه اللي على المركز الأول. إبراهيم بن عبد الله القمزية مسيطرة على المقدمة. المركز الثاني هنا حشيم سعيد بن عبيد بشميل الخاطري قادما إلى المركز الثاني. يا هي من منافسه، وين الانتصار؟ وين؟ وين التحدي؟ وين؟ القمزي هو الأقرب. الميتين متر الأخيرة، الميتين متر النهائية. الله الله الله، إبراهيم بن عبد الله القمزية، القمزية، وتحاول حشيمة، حشيمة، حشيمة ونفة، حشيمة ونفة، ولكن نفة، نفة، حشيمة، 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 حكم يا محكم، تابع يا متابع، اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لمالك نفة، إبراهيم بن عبد الله القمزية. المركز الثاني حشيمة، وصل سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت مشاهدينا الاعزاء كنوز لعيسى بن مبارك بسعيد بن مرخان لكتبية. هذه النتيجة لثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 2:13. تهانينا لمالك نف إبراهيم بن عبد الله القمزية، تهانينا وناموس للجميع.